الحمد لله على نعمة التلاقي في الله والتلاقي في الله سبحانه وتعالى بمراتبه ودرجاته يذوقه المؤمنون بالله على حسب إيمانهم وعلى مرتبتهم في التحقق بحقائق الإيمان المفضي إلى اليقين إلى علم اليقين إلى عين اليقين ويرتقي من يرتقي من الخاصة إلى مراتب حق اليقين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وما نزل من السماء إلى الأرض أشرف من اليقين فهو أعظم ما يتحصل عليه على ظهر الأرض لكل مكلف من الإنس والجن لا يمكن لأحد أن يتحصل على شيء أشرف من اليقين بالله وآياته وصفاته وأسمائه ورسله وملائكته والمصير إليه وقضائه وقدره جل جلاله ذلكم اليقين أسمى ما يمكن أن يناله موفق على الإطلاق وأهله في أهل تلك الدرجات والمراتب الرفيعات وقد تكرم الحق سبحانه وتعالى علينا بالوصول إلى رحاب هذا المركز العظيم المبارك مركز الثقافة الإسلامية السنية في هذه البلاد وآثار جهود مضت عليها السنون بعد السنون على يد هذا الشيخ الموفق الشيخ أبو بكر بن أحمد طول الله عمره في عافية توفيق وصلاح وفلاح وزيادة في نصرة الحق ورسوله ونفع البلاد والعباد إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين في أثر من آثار علوم الشريعة المطهرة وما اتصل بها في أثر من آثار وعي للوحي وإدراك للتنزيل الذي أنزله رب العرش العظيم على قلب الحبيب الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصلاة والتسليم وعلى من تمسك بهديهم وسار في طريقهم القويم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المبشرين به من قبل والمأخوذ عليهم العهد في الإيمان به وعلى آلهم وصحبهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وحيث نلتقي في مثل هذه المواطن المتصلة بالعلم فإن اللقاء الذي يكون بين أربابه ويترتب عليه شان ذلكم التروح والتساقي الذي يقال فيه إن أرواح المؤمنين إذا تلاقت تساقت يترتب عليه سقيا من كؤوس المعرفة والمحبة المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة هي الغايات التي تتصل بأسرار اليقين الأشرف الذي أشرنا إليه فإن الإسلام بما جاء به من الأحكام وإن الإيمان بما يعمر به البواطن من الاعتقاد الصحيح والإيمان والمعاني الراقية الرائقة إنهما مع العلم والبيان سلم يتكون السلم من الإسلام والإيمان يترقى بهما بذلك العلم والبيان إلى مرتبة الإحسان مرتبة الإحسان التي تنفتح فيها أبواب الشهود وأبواب الشهود أن ينتقل المؤمن من مجرد التصديق اليقيني العلمي إلى التصديق الذوقي المحقق وعبر عنه سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بقوله في جوابه للسائل وكان السائل جبريل أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه
كأنك تراه. هذا الذوق، هذا الوجدان، هذا التجاوز لحد مجرد التصديق إلى معنى من الذوق يقرب من العيان. أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، كأنك تراه، كأنك تراه، كأنك تراه. ما هذا؟ هذا تعبير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها انطواء جميع شؤون المراقبة والمشاهدة. أن تعبد الله كأنك تراه، وأنت تعلم بحالك. لو كنت ترى عزيزا عليك من خلق الله مخلوق مثلك، كيف يستقر أمرك ويصفو بالك ويحضر قلبك؟ لأنك أمامه من تشهد أنه يراك من عزة عليك من خلق الله. فكيف إذا صرت في حالك أنك تراه هو، كأنك تراه هو جل جلاله وتعالى في علاه، كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمعنى في هذا استثر معنى هذا الشهود، إن لم تبلغ فيه إلى تمكين وذروة استثر وطلبه باستشعار أنه يراك، فإن ذلك سينقلك إلى مرتبة كأنك تراه. فهيئ نفسك للوصول إلى هذه الرتبة برتبة شهود أنه يراك، أنه يراك. فإذا استشعرت أنه يراك ويراقب سرك ونجواك وباطنك وظاهرك، ويطلع من باطنك وظاهرك على ما لا تعلم أنت وعلى ما لا تطلع عليه أنت، هو الذي يعلمه جل جلاله علم إحاطة. إذا استثنى منك ذلك خشعت، خضعت، أنبت، تأدبت، فتصل إلى مرتبة كأنك تراه جل جلاله وتعالى في علاه، ويخبأ لك حقائق ذلك النعيم إلى دار التكريم في النعيم المقيم في الجنة. وبواسطة هذا الإحسان تنفتح أبواب المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. فبالرقي بسلم الإسلام والإيمان والعلم والبيان إلى مقام الإحسان تنفتح دائرة المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. وهناك بعد علم اليقين عين اليقين وحقه لأهله وأربابه، أرزقنا الله وإياكم النصيب الوافي الوافر من ذلك. وفي هذه الحقائق والمعاني الساميات وتلقيكم للعلم في مثل هذه الجهات المتصلة بهذه المعاني من حيث السند ومن حيث التلقي ومن حيث الإيمان والتربية، نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليكم. ينبغي أن تدركوا أنها تجمعكم على مهمة الرحمة لهذا العالم والكون وما فيه، في تبعية المرسل بالرحمة المخاطب من قبل حضرة الملك القدوس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الرحمة تقتضي حسن بيانكم وحسن تعليمكم وحسن فكركم في إنقاذ الأمة مسلميهم بالاستقامة، للبعد عن الزيغ في السلوك والمعاملة، إلى العمل بأحكام الشريعة وتطبيقها، والزيغ في الفكر إلى الاستنارة بنور الوحي الشريف، وحسن استخدام العقل الذي لا يقع الزيغ والانحراف في مختلف الأفكار إلا بانحراف العقل أو بسوء استخدام العقل. فإن العقل السليم يهدي إلى الخالق العظيم، يهدي إلى الصراط المستقيم، يهدي إلى أحقية الحق عند أهل الحق الذين سراجهم وقائدهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل عقل من عقول البشر يهدي إلى هذا إن لم يزغ وينحرف في كيفية استعماله. فأما إذا انحرف في كيفية الاستعمال، فكما أن هذه العين الظاهرة تهدينا إلى حقيقة الأجرام والأجسام والألوان
إلا أن تزيغ، إلا أن تنحرف، إلا أن تخرج عن الصحة، إلا أن تركب لها نظارة تغير عليها اللون فيتخيل ويرى اللون على غير اللون، حتى قد يصاب بالصفار فيرى كل شيء أصفر، يقال أحمر يقول أصفر، يقول هذا أبيض يقول أصفر، الصفار في عينه هو الخلل في عينه التي تنظر وليس في المنظور. كذلك هذا العقل يهدي إلى أن الله واحد وأن محمد صاحب الحق، كل عقل في العالم يهدي إلى هذا إن أحسن، إلا أن يناط به مرضه، أن يزاغ في كيفية استعماله وفي كيفية التعامل معه. أما إذا استخدم على وجهه الصحيح فلا يهدي إلا إلى الحق وإلى رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد بن الوليد وقد أسلم أيام صلح الحديبة، أبطأت يا خالد، كنت أرى لك عقلا يهديك إلى الحق قبل هذا اليوم، تسابق وتسرع في الأوائل مع الأولين، اليوم بعد صلح الحديبة تأتي تسلم؟ قال أبطأت يا خالد، كنت أرى لك عقلا يهديك، يدلك على صدق هذا النبي، على أحقية هذا الخاتم للنبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم. كذلك العقول تهدي أربابها ما لم تغلبها الأهواء والشهوات فتستخدم استخداما سيئا تزيغ به عن الرؤية الصحيحة للأمور. فما العقل إلا آلة آتانا الله إياها كما آتانا هذه الأبصار، إلا أن اهتداء العقل إلى الحقيقة يتم بواسطة نور الوحي المنزل، كما أن اهتداءنا إلى رؤية الأجسام وألوانها يتم بنور شمس أو قمر أو سراج من السرج، فإذا أشرق عرفنا ورأينا، إذا غاب عنا كنا في ظلمة. أليس لك بصر؟ عنده بصر، ممتاز البصر، يقول الطبيب 6/6 ولكن ظلمة ما يرى فيها شيء، لابد له من نور حتى يهتدي. وكذلك هذه العقول نورها القرآن ونورها بلاغ محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أشرق هذا النور لأي عقل أشرق له الحق. قال سيدنا عبد الله بن سلام لما وقع نظري على وجه النبي محمد علمت أنه وجه حق، علمت أنه ليس بوجه رجل كذاب. حينما وقع عيني على وبصري على وجهه الشريف، أول ما وصل للمدينة وسمع بقدومه ذهب وقابله، قال فأول ما نظرت إلى وجهه علمت أنه وجه صدق ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وسمعت أول ما سمعت يقول أيها الناس أفشوا السلام وواصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذا أول كلمات سمعها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تحمل مع منهاج الرحمة ومنهاج الصدق مع الله ومنهاج الرابطة الخاصة، وصلوا بالليل والناس نيام. ولما جاء طالب علم الحديث إلى عن سيدنا أحمد بن حنبل قرب له الماء فطلع الفجر فجاء يوقظه والماء في مكان لم يستعمله، وقالوا ألم تقم من الليل؟ قال لا. قال فارجع من حيث أتيت إنك لا تصلح لعلم الحديث. قال أنت ما تصلح تأخذ علم الحديث تنام حتى يطلع الفجر، ما تصلح لعلم الحديث. وهكذا كان الرجال يدركون أسرار هذه العلوم وأنها ليست صور ولا مجرد معلومات ولكنها أمائن وأذواق وأسرار وأنوار. جاءت كان قبل الإمام مالك قبله يقول ليس العلم بكثرة الرواية ولكن نور يقذفه الله في القلب. وهكذا كان يقول بعض شيخ مشايخنا الإمام عبد الله بن عمر الشاطري عليه رحمة الله تعالى، لعله قد وصل إلى البلدة ولده الحبيب سالم الشاطري، وصل قد جاء ما وصل لهنا، يقول لطلبة العلم لا يسمى طالب علم من ليس له قيام في الليل، لا يسمى طالب علم من ليس له قيام في الليل. قال الإمام عبد الله بن علوي الحداد ما أدركنا العلم بالقيل والقال ولا بمزاحمة الرجال
لكن بخلو القلب عن الدنيا والتضرع في الأسحار بخلو القلب عن الدنيا والتضرع في الأسحار قال أدركنا العلم وأدركنا حقيقة العلم. في هذا يقول سيدنا الإمام أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله وقد جالس سيدنا جعفر الصادق سنتين لولا السنتان مع الصادق لهلك النعمان. قال النعمان هذا بعلمه وبعقله وباطلاعه لولا السنتين مع هذا المربي مع هذا المزكي مع هذا المنور لولا السنتان مع الصادق لهلك النعمان ولا نفع عقله ولا علمه، ولكن بواسطة هذه التزكية والتربية والنورانية أدرك الحقيقة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فأنتم محل الوراثة لهذه المعاني والأسرار من خلال هذه الديار وهذه المدارس التي أنتم فيها المتصلة بأهل هذا النور، وجب أن تأخذوها بحقها وأن تقوموا بها في رحمة هذه الأمة بصدور رحبة واسعة وصدق مع الرحمن، تبينون به السبيل لهداية المسلم في انحرافه وفي غفلته وفي بعده وفي جهالتك، لينقل من الجهل إلى العلم، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى التوبة. ومهمتكم نشر الألفة والأخوة بين المؤمنين، ومهمتكم هداية غير المسلمين إلى الإسلام بالقلوب الرحيمة والمعاملة القويمة والبيانات الساطعة المنيرة الصحيحة السليمة. بذلك تقومون بأداء حق هذه الأمانة من بعد اجتهادكم في العلوم، وشكر الله الذي يسر لكم هذا السند وهذه الكيفية في طلب العلم المتصلة برجال العلم الذي هو حقيقة علم لا صورة علم، والذي هو نور يقذف في القلوب مع المعلومات تزداد الخشية. العلم خشية كله يعرب بذاك أهله، العلم بالأعمال يزكو وبالأحوال وليس بالأقوال وكثرة الجدال. الحمد لله الذي أنعم عليكم بهذه النعمة، الله يتمها عليكم بتثبيت أقدامكم وتثبيت قلوبكم على الإخلاص لوجه الكريم وعلى الجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع وعلى التضرع في الأسحار والصلاة بالليل والناس نيام وعلى الرابطة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقوة التعلق بجنابه الأشرف وأهل بيته وصحابته وخاصة الأمة خاصة وعامتهم عامة، والرابطة بالشيخ أبي بكر وابنه عبد الحكيم شيخ عبد الحكيم والمدرسين عندكم. الله يجعلها روابط صادقة خالصة منيرة ترتقون بها مراقي عليا وتنالون بها مواهب سنية وتتصلون بالحق وخير البرية وتنفعون الأمة المحمدية نفعا عظيما يعم الأقطار في المشارق والمغارب. اللهم وفقهم، اللهم أمدهم، اللهم أعنهم، اللهم خذ بأيديهم، اللهم ثبتهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم نور قلوبهم، اللهم ادفع البلاء عنهم، اللهم ادفع كيد النفس والشيطان والهوى والدنيا عنهم وعن مسارهم ووجهتهم إليك، اجعل لهم وجهات صادقة. اللهم اجعل مستقر العلم النافع قلوبنا وقلوبهم ومستقر أربابه ديارنا وديارهم. اللهم اجعل مستقر الورع الحاجز قلوبنا وقلوبهم ومستقر أرباب ديارنا وديارهم. اللهم اجعل مستقر المعرفة بالله قلوبنا وقلوبهم واجعل مستقر أربابها ديارنا وديارهم. اللهم اجعل مستقر اليقين التام قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، ثبتنا على الحق فيما نعتقد، وأطل عمر الشيخ أبي بكر بن أحمد في عافية وسلامة وصحة وتوفيق، بقية علماء الهند الشيخ إبراهيم الخليل البخاري وجميع معاونيهم ومن بقي من أهل شيبان أهل العلم ومن شبان أهل العلم. اللهم زينهم بالحلم وأكرمهم بالتقوى وارفعهم في مراتب النفع للعباد في السر والنجوى، وأمدهم بالعافية والصلاح والتقوى والبر برحمتك يا أرحم الراحمين،
وزد الشيخ عبد الحكيم من الحكمة والنور والعطاء الموفور والشرب من الشراب الطهور والمشي على قدم أسلافه أهل الخيور. اللهم وادفع البلاء عن المسلمين في كيرلا وفي الهند وفي جميع العالم، وأصلح شأنهم بما أصلحت به شؤون الصالحين. يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم، ادفع عنا وعنهم البلايا والرزايا، واصلح يمننا وشامنا وشرقنا وغربنا، فرج الكروب عن أمة النبي محمد، واجعلنا من أنفع أمة النبي محمد لأمة النبي محمد، وانفعنا بعامتهم عامة وبخاصتهم خاصة، ونسألك لنا ولهم وللأمة من خير ما أسألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقبل ذلك سر الفاتحة إلى أرواح مشايخ الشيخ أبو بكر أجمعين ووصولهم وفروعهم، وآل بيت النبوة وأصحاب المصطفى، ووالدينا ووالد الحاضرين خاصهم موتانا موتاهم موت المسلمين، وأحياهم إلى يوم الدين عامة، وخصوصا المتقدمين في هذه البلدان من أرباب اليقين والعلم والبر والتقوى والولاية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.